الخير يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده طلب مني كتير، قالوا لي يا غاده احنا دلوقتي الغساله ساعات بنغسل، بنشغلها عادي، بنغسل عادي الدوره بتاعت الغساله العاديه، بنلاقي الغسيل مش نظيف وبنضطر ان احنا نشغلها تاني. حتى لو هي برضو حطينا المسحوق كتير برضو مفيش فايده، حطينا خل مفيش فايده. فايه الموضوع بقى؟ فعلا انا الموضوع ده حصل معايا قبل كده زمان، وانتوا برضو ايه عارفين ان انا ما بسكتش، يعني حسيت الموضوع كده. وبعدين بصوا كمان ايه، كمان عايزه اقول لكم، بتلاقوا الباب بتاعها كمان، حتى الباب على فكره ده مع اي غساله مش الغساله بتاعتي بس، بتلاقوا الباب مش نظيف، يعني تحسوا الباب كده فيه ايه اثار كده برضو مش نظيفه 100%. تمام. طيب ايه السبب في الموضوع ده؟ اول حاجه انا هوري، وعايزين مكان الخل يعني برضو تاني، انا كنت عامله الموضوع ده بس برضو عايزين مكان الخل فين. انا دلوقتي الغساله بتاعتي منوره، لما بشغلها بتنور اللمبه بتاعتها، معنى كده اللي هي عايزه يتحط لها الخل. سوري مش الخل، مكان الزيت. مكان الزيت فين؟ مش هقطع بقى، مش هقطع واعيد تاني خلاص. معلش معلش، مكان الزيت فين؟ تمام. ف بتنور طبعا، بتنور يبقى عايزه زيت. طيب اول حاجه انا عايزه اقول لكم ان انا بجيب انواع زيت ايه. بصوا اول حاجه في فيبا، تمام، وفي فانيش، وفي كذا نوع، ما فيش اي مشكله. انا بصراحه برضو بحس اللي فيبا برضو مش غالي، وفي نفس الوقت غلو فانيش، وفي نفس الوقت بيعمل لمعان وبريق زي ما هما بيقولوا برضو اهو، يعني كويس بيأدي الغرض وكويس. بس انا المسحوق بستعمله فانش، سواء اللي هو الباودر او برضو اللي هي الاقراص. وكنت عايزين تشوفوا، في ناس كانت عايزة تشوف الاقراص. حاضر اهي، برضو بصوا الاقراص اهي، انا هقول لكم بقى الحاجة كاملة عشان خاطر ايه ما نعيدش تاني. الاقراص بتاعتها اهي، بعمل ايه، انا غسلتي صغيرة، حتى والله في ناس قالت لي غسلتها كبيرة، بقسم القرص ده بقسمه اتنين بالسكينة كده، وعليه شاكوش من فوق باتنين. هنا بصوا بيبقى فيه، حواليكوا حاجة، معلش هو وقع مني. القرص بيبقى عبارة عن ايه، حاجة زرقاء، طبقة زرقاء وطبقة بيضة، وفي النص دايرة حمراء. الدايرة الحمراء دي تحاولي لما انت تقطعي القرص بتاعها تاخدي نص الدايره الحمراء ونص الازرق ونص الابيض، يعني كده بتعملي مفعول، يعني الاثنين بيبقوا زي بعض. تمام، يعني تاخدي كل ده، مش مثلا تاخدي الحمراء ما تاخديهاش، لا تاخدي كل الحمراء والزرقاء والبيضه، بتقسميها وتحطيها في مكان الغساله هنا او اي غساله اي مكان عندكم، بتعملي الموضوع ده بيبقى حلو جدا. طيب انا دلوقتي هطلع الحاجات اللي جوه وهوريكم انا هحط الزيت ده ازاي، عشان هي عندي الغساله خلاص نورت عايزه الزيت. انا غسالتي ما بتحطلهاش ملح، طبعا الغسالات الكبيره بيحط لها ملح. طب وسالتوني قبل كده كتير جدا، ليه يا غاده ما جبتيش اللي هي الكبيره، هي بتاعتي المفروض اللي هي 5 افراد، ليه ما جبتيش الكبيره قوي والوسط والكلام ده كله؟ المكان، انا نفسي اجيب، والحمد لله كان ربنا يعني وقتها وقت ما جبت كان ربنا رزقني اللي انا ممكن اجيب واحده اكبر، بس مشكلتي المكان. بصوا بصوا، هي بتضرب في اهو البوتاجاز وهي الغساله، فايه الباب بتاعها اهو، بصوا الفرق، تمام، فمش هينفع. وانا حاطه الباسكت تحت الحوض، وحاطه كمان الفلتر، فهو عندي مشكله في المكان مش اكتر، فاهمني؟ فيعني الحمد لله وكفتني، وانا ما بسيبش حاجه على طول، على طول بعملها يعني، والحلل بعملها فوق، وساعات بحط الحلل، بس الالمنيوم ما عنديش الالمنيوم اساسا، اللي غطينا الالمنيوم لا، او كده بحط الحلل كلها فيها، وبحط حاجات كتير زي ما قلت لكم قبل كده وعملت ريفيو قبل كده، فما فيش اي مشكله الحمد لله، ماشي الحال معايا وراضيه يعني الحمد لله. تمام، انا بقى هطلع الحاجات دي كلها وهوريكم هحط الزيت ازاي، وهوريكم نعالج المشكله بتاعه قله نظافه الغسيل ازاي. تمام، يلا بينا. اول حاجه عايزه اقولها لكم دلوقتي، طب ماشي نعمل الزيت الاول. بصوا اهو ده مكان الزيت، بتفتحيه كده هو بيتفتح اهو، شايفين كده بيتفتح بس كده، وبعدين بنروح فاتحين بقى الازازه دي، بس كده البوز بتاعها ده فاتحينه اهو،
مشكلتي ان انا ماسكه الموبايل بالبتاع ما عرفتش. بصوا هتروحوا جايبين دي كده ومالينها متكين كده شويه، هتتملي اهي واحده واحده بتتملي لغايه ايه بقى، لغايه لما خلاص تلاقوها بتنزل من الفتحه دي، خلاص معنى كده اللي هي اتملت على الاخر او لسه ما بتنزلش اهي بتتملي. هعملها بقى طب هي وارجع لك. اتملت خلاص اهي على الاخر اهي، شايفين مش هينفع خلاص ترميها اكتر من كده، هنقفلها بقى عادي زي ما فتحناها وخلاص. بالنسبه بقى للمشكله بتاعتنا بتاعه النظافه الغسيل، بصوا بصوا اول حاجه في الحوض بتاعها، في كده هو المصفى فيها حوض، هي الراجل بيسميها كده بيقول لي ده الحوض اسمه الحوض بتاعها ده، وفيها مصفى بصوا مليانه مليانه شوائب، او يعني بقيه مهما بتنضفي الاطباق برضو بيفضل فيها شويه شوائب فيها، دي لازم تفكيها. بصوا تفكيها من ناحيتين اهو، من هنا بصوا هو في هنا وفي كده صامولة وفي هنا صامولة تانية، تمام؟ بتفكوها بقى خالص وهوريكوا تعملوا فيها ايه، تمام؟ اهي بصوا انا سايباها كتير عشان برضو اصور لكم الفيديو ده. وتاني حاجة اللي هي اسمها المروحة بتاعتها، هفكها برضو هوريكم بتتعمل بقى فيها ايه المروحة، وسبب برضو عدم نظافة المواعين المروحة دي اهي، شايفين اهي طلعت كده فيها صامولة، طلعتها برضو هوريكم على الحوض انا هعمل فيهم ايه. بصوا يا بنات شايفين هو ده المصفى بتاعتها، بصوا بتبقى عاملة ازاي. طبعا احنا لازم بنجيب الفرشة، ما ينفعش بايدينا، بنجيب الفرشة كده بتعمل لها بقى فرشة مخصصة اهي، نقلل المية شوية اهو. بصوا هتسيبوا بقى الفرشة وهتعملوا كل الحاجات اللي فيها دي وتخلوها ما فيهاش اي حاجة، بس لازم بالفرشة عشان المصفى الحاجات ما بتطلعش بالليفة، تمام؟ بصوا اهي خلاص كده خلاص خلصت، دي سهلة ما فيهاش اي حاجة، والموضوع بيبقى سهل عليكي وبتنضف بتبقى زي الفل ومبيبقاش فيه اي شوائب في الغسيل ولا حاجة، تمام؟ دي اول حاجة بالنسبة لموضوع الغسيل. بس مش دي برضو مش دي المشكلة، لا انا عايزة اقول لكم المشكلة فين. المشكلة يا بنات في دي، بصوا المروحة دي بتاعتها، المروحة دي بتاعتها بصوا فيها فتحات، فتحات كده. انا كذا مرة اغسل الاقي الغسيل مش حلو، ده زمان الاقي الغسيل وحش جدا وعيد وبرضو واحط مسحوق مفيش مشكلة مفيش قصدي فايدة. بصوا هنا في الفتحات، بصوا بيبقى في ايه بقى في الفتحات اهي مسدودة، الخرام دي بتبقى مسدودة، مسدودة من ايه، من شوائب اللي هي بيبقى موجودة في الاطباق وفي المواعين. بصوا دي تجيبوا ملقاط، يا اما لو عرفتوا بايدكم بصوا اهي دي اهي طلعت معايا، ساعات ما بتطلعش معايا بتروحي جايبه ملقاط الملقاط العادي وتروحي مطلعاها. طيب ساعات بتبقى موجوده بصوا حاجات جوه اهي، يعني انا دلوقتي شايفه حاجه انتم مش هتشوفوها، شايفه حاجه هنا مش بتطلع، هروح عامله ايه، هروح مسلطه عليها الميه كده، ومن هنا من هنا كمان هسلط عليها الميه واشوف ايه الفتحه فيهم اللي بتبقى مسدوده، شايفين اهو. بصوا لما عملت الميه ابتدت الحاجه دي هتطلع، معلش هو الفيديو بس ايه انا مش عايزه افصله عشان عايزه اوريكم اهي، شفتها. بجيب بقى الملقاط بعمل بقى الميه عليها، بفتح الموتور لو انت عندك ميه جامده او كده، وتفتحي الموتور وترجرجي كده اهي طلعت، تخيلوا كان في بذره اهي طلعت، وتعملي كده معلش الصوت بقى بس انا بوريكم بالظبط انا بعمل ايه، بتعملي كده كل الحاجه اللي فيها اهي طلعت اللي كانت موجوده هنا، تمام؟ لازم تتاكدي، لازم لازم تتاكدي ان كل الفتحات دي اللي كل الفتحات دي ما فيهاش اي حاجه مسدوده، وتعملي برضو بالميه كده وتشوفي لو في اي حاجه من الفتحه دي مسدوده، لان كل فتحه فيهم ليها مكان بترش في مكان، لو هي اتسدت المكان اللي بترش فيه مش هيبقى مش هينضف، فعشان كده الغسيل بتاعك ما بيطلعش مغسول 100%، تمام؟ وما بيطلعش نضيف 100%. خلاص انت دلوقتي نضفتي الشبكه دي المصفى دي ونضفتي دي وحطيتيها، خلاص
ثقي تماما وجربي وقولي لي برضو في الكومنت. خلاص غسيلك هيطلع نظيف 100%. الباب بتاعها كمان لما تفتحي هتلاقي الباب بتاع الغسالة نظيف جدا، الغسيل نفسه نظيف، حوالين الغسالة نفسها نظيفة. وبعدين هقولك حاجة برضو، ما تنسيش تحطي شوية خل. انا ساعات بحط شوية خل مع المسحوق، او ساعات بشغلها لوحدها كده بشوية خل. صدقيني ده هيفرق جدا في الغسالة وفي نظافة الغسالة وفي ريحة الغسالة، عشان تبقى ريحة الغسالة عندك حلوة برضو شوية خل. وعلى فكرة اي قذارة بتبقى موجودة هنا او بتبقى مسدودة هنا بتعمل ريحة الغسالة مش حلوة. هنا بيبقى فيه كده شوائب بيعمل ريحة في الغسالة، لان ده طبعا بيبقى اكل بيعمل ريحة الغسالة مش كويسة. في المجرى تاني وهنربط عادي جدا، مفيش اي مشكلة معانا اهي، تتربط عادي جدا. واوعي تخلي بس ايه، اوعي تنسيها وما تحطهاش، علشان هنا بيبقى خلاص منه للصرف بتاعها. هتحطي برضو دي كده. بص هو كل طبعا غسالة لها طريقة اللي هي دي المروحة وطريقة اللي هو الحوض بتاعها. تمام، انا مشكلتي بس ان انا ماسكة الموبايل كده، وتروحي عاملة بقى ايه مركبة دي بتاعتها، ومركبة بقية الشبكة اللي هي بتحطي عليها الاطباق وكل حاجة اهو. بصوا التجييرة دي برضو، التجييرة دي من لما يكون فيه برضو اي شوائب في الغسالة. خلاص وانسى اللي انت خلاص حطيتي بقى مسحوقك وحطيتي شوية خل، كل التجيير ده خلاص هيروح، لان كان في حاجة فيها مسدودة عشان كده مجيرة. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ورديت على الاسئلة بتاعتكم ويكونوا استفدتوا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو. سلام عليكم، باي باي.